اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما يعني وضحت لحضراتكم قبل الفاصل برحب بنجمات او ناشئات البدل واللي استطاعوا ان هم ياخدوا المركز التاسع في انجاز الحقيقه في اول مشاركه لينا في لعبه لسه وليده في مصر. بنرحب بنور فيض الله اللي منورانا في الاستوديو. ازيك يا نور؟ الحمد لله. مبروك. ميرسي. الله يبارك في حضرتك. وبرحب بفريده الحلبي كمان نجمه الفريق. مبروك منورانا يا فريده. شكرا. ميرسي. طيب اجي لك يا فريده، يمكن بدل انت كنت اصلا بتلعبي بدل ولا لعبتي تنس قبل كده ولا لعبتي سكواش؟ كنت بلعب تنس اصلا، تنس ارضي طول حياتي. وبعدين بقالي سنتين بلعب بادل. طب ليه قلبتي بدل؟ حبيتي اللعب اكتر ولا ليه؟ هو يعني هو لا، هي عجبتني اكتر، حبيتها يعني، حسيتها ألذ وكان فيها كومبيتيشن اعلى يعني، او بالنسبه لي كان في الفتره دي يعني عجبتني قوي، فقررت ان انا تلعبيها. طب بصي يا فريده، خلينا نتكلم ان انت احنا تأهلنا لبطوله العالم. ازاي تأهلت لبطوله العالم؟ ايه المشوار اللي حصل بيه اتأهلت لبطوله العالم؟ احكي لي كده من البدايه. احنا اصلا ما كناش هنلعب كاس عالم على طول، علشان المفروض ان احنا نلعب تصفيات. صحيح. بس علشان في كان من كاس العالم اللي قبل كده كان الولاد كان في منتخب، يعني هو كان لسه بادل ما فيهوش اي حد، ما منتخبات كتير. فكان مصر تأهلت لكاس العالم على طول، وفي كام حد راح ولعبنا وكده، بس ما كناش لسه متمرنين قوي. تمام. تمام. وده كان وقت الكورونا وكده. فبسبب ان احنا رحنا وكان في بلاد كتير اعتذرت وقتها، هم يعني اكنهم خدنا تصنيف كويس. لا مش تصنيف، بس هم اكنهم يعني او بيشكرونا ان احنا كنا رحنا في الوقت اللي كل البلاد فوجهولنا الدعوه ان احنا نشارك. فودونا على طول زي وايت كارد كده. زي وايت كارد، فعشان كده انتوا شاركتوا. بس سبحان الله وايت كارد وناخد تاسع. طب كم منتخب كان مشارك؟ 16. كتير يعني، اقصد اقول لك ان انت مش مثلا تاسع على 10 فرق. لا لا، او منتخبات. لا، تاسع على 16. فصراحه حاجه كويسه. لا برافو. طب نور برضو نفس الكلام، ليه البدل؟ يعني انت برضو كنت بتلعب تنس؟ كنت بلعب تنس لغايه مثلا من سنتين، بس البادل قريبه قوي من التنس. صحيح. فاللي بيحب التنس قوي هيعرف يلعب بادل بسهوله ويتعلمه بسهوله، يعني احسن ناس في البادل كلها لعيبه التنس. فدي حاجه بتبقى مرتبطه بين اللعبتين يعني. طب انت في التنس كنت وصلتي مثلا يعني لرانك كويس؟ كنت وصلتي لحاجه أنا ولا؟ انا كنت وصلت لاول 3 على مصر ولعبت شمال افريقيا. ايه ده؟ يعني انت جايه من التنس يعني جايه بطله. الحمد لله. يعني خدت تالت على مصر وصلت رانك، ده برضه صعبه في التنس الارضي جدا مع مع العدد الكبير اللي بيلعبوا. بس كان ترانسفير صعب قوي ان انت تتنقلي من، يعني فكره مجنونه. هي بصراحه. بس انا حسيتها ألذ، وانا اديت كل حاجه للتنس وسافرت وعملت كل حاجه، فحسيت ان انا ممكن يبقى لي فرصه برضه كبيره في البادل يعني. طيب يعني بتتمرني فين؟ الملعب اللي بتحبي تتمرني عليه، او شفتي اللعبه فين؟ يعني علاقتك بالبادل بدات في انهي مكان؟ والله هي انا اصلا من نادي سبورتنج، هي علاقتي بدات صدفه يعني. انا كنت معديه فكذا حد بيلعبوا، قالوا لي نور انت لعبتي تنس تاني هتبقي جامده قوي وبتاع. ده كان ملعب في سبورتنج؟ في سبورتنج. تمام. ودخلت لعبتي معاهم؟ دخلت لعبت معاهم ولقوني كويسه. وبعد كده قطعتهم، فرحت لعبت بقى بطوله في القاهره وكده واتشافت وبتاع، فقالوا لي كملي يعني انت عندك بوتنشال وبتاع في البادل. طيب حلو. احنا عشان كام لعيبه راحوا منتخب مصر يعني شاركوا في باراجواي بطوله العالم؟ انتوا كنتوا كام لعيبه؟ احنا كنا 4 من كل سن، تحت 18 4 بنات، وتحت 16 4 بنات، وتحت 14 4 بنات. يعني كنتوا 12 بنت مشاركين، رحتوا من هنا على هناك شاركتوا في الاربعه. طيب فاكره النتائج؟ انتوا 18 تحت 18، فاكره نتائج 16 كانت ايه؟ انا فاكره هو احنا كلنا مربوطين ببعض، مرتبطين يعني. توتال خدنا 9. اخدنا 9 كلنا. تمام. ده ممتاز جدا. ففي فرق كده عملت اب وداون عن كده، ففي التوتال احنا خدنا 9. بالظبط. طب كويس جدا. بالزبط. طيب انت شايفه المستويات ايه هناك لما روحتي؟ هي المستويات كويسه جدا، بس احنا برضو كنا كويسين جدا يعني. انا وفريده يعني الحمد لله كسبنا كل البلاد يعتبر، ما عدا ايطاليا. ما عدا ايطاليا كسبنا فرنسا يعني. انتوا بتلعبوا مع بعض يعني، انتوا في الملعب حتى يعني، انتوا في معايا النهارده وانتوا كمان في الملعب مع بعض. بالظبط. فانتوا يعني كسبتوا كل الفرق ما عدا ايطاليا. ما عدا ايطاليا كأنا وفريده ماتشاتنا يعني. وايطاليا اصلا اخذوا ثالث، فهم كويسين. هم اخذوا ثالث. هو بس الفرقه الوحيده اللي كسبتك. وانتوا بتلعبوا سيدات صح؟ يعني في منتخب السيدات برضه الاثنين 18 سيدات. طب السيدات اصعب ولا الدنيا ايه؟ اكيد طبعا. يعني انا قصدي اقول انه ممكن يكون في السيدات في لاعبات عندها 23 سنه 24 سنه. في كبار، في حتى 30 وكده يعني. احنا صغيرين. اصغر ناس. لا بس ما يهمناش. طبعا مش هممنا، هنقطع الدنيا. طيب يعني سيدات لعبتوا بطولات كبيره ولا لسه؟ انا لعبت تصفيات كاس العالم السنه اللي فاتت، بس ما توفقناش، خسرنا في الفاينل من اليابان.
اليابان صح، لما الولاد اتاهلوا كاس العالم احنا خسرنا في الفاينل، دي انا لعبتها بس دي كانت السنه اللي فاتت، ودي تاني بطوله العبها بس دي بقى يعني ناشئين. طيب عندنا فرصه نطلع سيدات السنه دي ولا طب كاس العالم بتلعب كل كام سنه؟ سنتين. كل سنتين، فالسنه دي مفيش سنه ناشئين وسنه يعني طب ده انت حظك حلو، انت يعني السنه الجايه تلعبي الكبار ان شاء الله. طيب وبرده التصفيات هتبقى زي السنه اللي فاتت اسيا وافريقيا مع بعض برده يعني لحد دلوقتي بس مش عارفه لو اي تغيير هيحصل بس هو لحد دلوقتي. طب انتوا شاركتوا في البطوله العربيه اللي كانت في الامارات؟ كانت ولاد بس كانت ولاد ما شاركتوش حظنا وحش. طيب خلينا نتكلم عن تدريب، انتوا طبعا بيمرنكم في منتخب كابتن سيف صح؟ سيف ابو سنه بيمرنكم في المنتخب. طيب في الانديه انتوا مثلا هل انتوا بتتمرنوا ازاي؟ ما هو الانديه لسه ما عندهاش فرق ولسه ما فيش ملاعب في انديه كتير. بتتمرنوا ازاي؟ مثلا لو جيت لك انت يا نور بتتمرني ازاي يوميا وفين ومين بيمرنك؟ انا في اسكندريه في اكاديمي اسمها وي بادل قبل ما يبقى في سبورتنج يعني في اكاديميه، او هو يعني كابتن غطواري رئيس الاتحاد قال لي الكلام ده ان في اكاديميات. انت بتتمرني فين؟ انا دي كنت بتمرن فيها لغايه طبعا تمارين المنتخب، فالفتره الاخيره كلها كنت بتمرن تمارين المنتخب بس من اول شهر واحد لغايه شهر 11 تمارين المنتخب بس، لان هي كانت متوفره من بدري قوي في القاهره. طب انت بتعملي ايه وانت من اسكندريه؟ ما هو كان في لعيبه كتير قوي من اسكندريه فكانوا مقسمين التمارين شويه يعني في القاهره وشويه في اسكندريه، فكنت بسافر وبلعب شويه في اسكندريه. طيب التمارين اللي يعني انت لما يكون التمارين في اسكندريه بتوع القاهره بيجي لكم؟ يعني انتوا بتروحوا مره هنا حبه وهم بيجوا. طب انا بالزبط. انا اعرف ان في مدرب منتخب ارجنتيني صح ولا صح؟ بس ده ماسك الولاد ولا ماسك البنات؟ لا هو ماسك البنات والولاد. هو اللي اختاركم في المنتخب صح ولا مين ولا كابتن سيف ولا ايه؟ هو كابتن سيف في منتخب الناشئين هو اللي اختار. طيب يعني برضو انا عايز اروح لحته، يعني احنا بره عاملين ايه؟ يعني البادل بقى لها سنه ونص سنتين في مصر، فانت شايفه ان احنا اللعبه دي مناسبه لنا؟ شايفه ان احنا نقدر نبقى فيه حاجه جامده؟ هو والله من اللي احنا شفناه في كاس العالم ان فعلا احنا نقدر قوي، يعني احنا عامه احنا كسبنا يعني مثلا لما قولي لي مثلا الفرقه اللي انت كسبتها لما احنا كسبنا فرنسا مثلا، فرنسا بيلعب كسبنا فرنسا في كاس العالم اللي فات ده؟ لا انا ونور كسبنا مثلا ماتشنا في فرنسا ده كان فرنسا بيلعبوا بقى لهم كتير قوي، مثلا احنا كسبنا تشيلي تشيلي بيلعبوا بقى لهم كتير قوي، اكوادور اليابان كل ده احنا كسبناه في باراجواي وكسبنا باراجواي في باراجواي بقى لهم كتير قوي قوي يعني احنا اصلا لسه بقى لنا سنتين مثلا بس وكسبنا ولاد بقى لها اكتر من 6 سنين مثلا بيلعبوا. انت عارفه البوتنشال اللي انتوا بتتكلموا بيه ده اساس النجاح، يعني انت تبقى مصدق ان انت تقدر تاخد ميداليه وتقدر تبقى على المستوى العالمي كويس، لا ده يفرق معاكم كده. طيب انا سالت نور بتتمرن ازاي، انت يا فريده من القاهره بقى محظوظه شويه يعني انت سبورتنج بتيجي وبتيجي بمشوار كبير وانت برده بتروحي ساعات بس هنا في القاهره برده اكيد الانتشار اكتر، بتعمل ايه يا فريده؟ اكيد هو عامه المنتخب لما بيبدا او لما بطوله بتقرب عامه بنتمرن تمارين المنتخب منتخب. طيب تمام. طب لا انا في العادي غير كده بقى، هي معظم التمارين بتبقى برايفت يعني بتمرن مثلا مع مدرب او كده، يعني كتير قوي مثلا بروح العب في اس ار دي اكاديمي يعني هو بس غير كده معظم الوقت بيبقى فيه منتخب عشان بيبقى فيه بطوله قريبه زمان احنا بقى لنا 11 شهر بنتمرن يعني مع المنتخب فمثلا 11 شهر انت مش محتاجه تتمرني بالظبط مش بس برضه معلش ما هو ما فيش دوري لسه يعني ما فيش دوريات، هي اكاديميات بتلعب اكاديميات بالظبط ما هي لسه كمان لسه الدوري بتاع الاكاديميز دي او دوري الانديه ده لسه هيبدا مش منتشر بس الملاعب في كل حته يعني بصراحه النادي الاهلي فيه ملعبين لا وكل حته بجد فيها ملعب في تحت الكوبري في التجمع بالظبط عايز اقول لك وعايز اقول لك ان زماننا هنا في القناه وكده بنروح نلعب بدل كمان يعني هي انتشرت بشكل حلو جدا عشان اي حد ممكن يلعبها يعني هي رياضه حلوه عشان اي حد ممكن يلعبها. طيب تمرين الفتنس برضو مهم يعني انتوا اكيد بيبقى عندكم جزء فيزيكال وجزء ملعب او تكنيكال، برضو المنتخب بيوفر لكم تدريب الفتنس ولا لا؟ كنا بنتمرن في المنتخب مع كابتن علي مظهر كان هو اللي بيمرن بيحط لنا البروجرام بتاع التمرين وبس يعني. طيب يعني انتوا شايفين يعني اللعبه دي محتاجه ايه؟ يعني عشان واحد يتفوق فيها هل يلعب تنس الاول ولا يقدر يروح على البادل على طول؟ لا يقدر يروح على البادل على طول خصوصا ان دلوقتي بقى فيه مدربين كتير قوي. يا نور يعني انا عايز اقول لك ان التنس يعني انت برده بتجنني برده يعني ان هو يروح على طول على البادل هيقدر يبقى زي لعيب بيلعب تنس مثلا ولا رايك ايه؟ ما هو لعيبه التنس عشان هم كان عندهم الباك جراوند فاللعبه بقت سريعه قوي ان هم بقوا جامدين قوي. برافو. بس لو ما لعبش تنس يقدر صح؟ يقدر طبعا ما هو هيتاخر لو لعب تنس هيجي يلعب بادل هيتاخر ممكن صح. يروح على طول على البادل وفي مدربين شاطره بقت دلوقتي كمان غير زمان يعني وسيرتيفايد من الاتحاد وكده
فيقدروا يحسنوهم بسرعه يعني. طيب يعني اصعب ماتش قابلتوه ما عدا ايطاليا؟ فرنسا. فرنسا. فاكره كسبنا كام؟ 7-5 6-4 7-5 و6-4. طيب ليه كان صعب؟ هل هم مثلا كانوا اكبر منا سنا يعني انت، ولا كانوا هم تحت 18 ويعني ممكن يكونوا اكبر سنه منكم، ولا كانوا هم زي ما انت قلتي بيتمرنوا بقالهم فتره طويله؟ هم بقالهم فتره طويله قوي بيتمرنوا، و واللعبه برده في فرنسا بقالها كتير قوي يعني. احنا اللعبه عندنا احنا لسه معمول لنا يعني منتخب ناشئين السنه دي. ده تمرينكم ده؟ دي نور. ده انا. فين بقى نور التمرين ده؟ ده في نادي سبورتنج. نادي سبورتنج. ده تمرين جامد قوي. ده صعب. المدربه بتاعتي. صعب. وفريده انت برده يعني بتمرني تمارين الفتنس دي؟ انا بتمرن. ده ايه العذاب ده؟ انا بتمرن من يعني من ساعه ما كنت بلعب تنس ما وقفتش فتنس. طب انت تنس كنت بتلعبي في نادي ايه؟ هليوبلس. هليوبلس. طب وانت يا نور كنت بتلعبي فين؟ تنس سبورتنج. نادي سبورتنج. يعني انتوا اصلا هليوبلس وسبورتنج. فخلاص ما نقولش بقى بتاع سبورتنج، ما خلاص ما هو ده الاساس، ده اللي اتعلمتوا فيه. بس برضو ارجع واقول انه اللعبه دي الجيم بتاعها بيقعد وقت طويل. يعني انا اسمع ان ممكن تقعد ساعه ونص تلعب. ممكن تقعد لا أو ممكن ساعه ونص. صح يعني. مش انا يعني كلامي صح؟ طبعا. طيب الفتنس مختلف تماما عن التنس. التنس طبعًا. ممكن ماتش ما وصلش كده. طب بتعملوا ايه يعني؟ هو التنس عامه برده ماتش طويل قوي. بس هو هما الاثنين ماتش ممكن يطول، بس كده كده الفتنس بتاع دي مختلف عن دي. يعني انت كده كده الاثنين محتاجين نفس، الاثنين محتاجين فوت ورك، بس التحرك في الملعب ده غير الملعب ده. صحيح. مختلفين شويه. طيب خلينا نقول احنا نفسنا في ايه يعني. احنا دلوقتي الحمد لله خدنا تاسع عالم. طب ابتدي مثلا بفريده، نفسك في ايه فريده تحققيه مع البادل؟ انا نفسي العب وورلد بادل تور، واكون يعني عايزه اكون يعني اسافر بقى طيب انت ما تقدريش، مش في اجنده دوليه تقدري تشاركي في بطولات لوحدك ولا أكيد. لازم؟ لا اكيد ايوه في، بس احنا بس الفتره الاخيره ما كناش بنسافر قوي علشان المنتخب، كنا لازم نتمرن مرتبطين معاه. بس ان شاء الله يعني انا ونور عشان احنا بنلعب مع بعض. انتوا لازم تشاركوا انتوا الاثنين، ولا ممكن كل واحده تشارك؟ لا ممكن كل حد يشارك مع حد، بس احنا بس الاحسن تسافروا مع بعض. لا عشان احنا متعودين على بعض وبقالنا كتير بنلعب مع بعض، فان شاء الله هنبدا نسافر بطولات وتحققوا رانك عالمي احسن والكلام ده كله زي اللي بيحصل في السكواش والتنس. يعني احنا عندنا اكيد، بس اللي هو احنا عايزين بقى نحسنه. طب نور برضو انت هدفك ايه؟ طب طموحك ايه؟ انا هدفي برضو ان انا يبقى ان شاء الله يعني يبقى احنا الحمد لله اوائل على مصر، فانا هدفي ان احنا ان شاء الله نبقى اوائل برضو بره بقى في حاجه على العالم والبادل تور والحاجات دي ان شاء الله. طيب ونفس الكلام اللي قالته فريده، الرانك محتاجه تعليه الرانك العالمي والدنيا دي، ولا وهتسافروا يعني؟ انا كنت لسه بقول خبر عن مصطفى عسل من شويه، ما اعرفش سمعتوه ولا لا. كنت بقول ان مصطفى بيلعب بطوله هونج كونج مثلا، وكان قبلها بيلعب بطوله تايلاند وبعد كده بطوله ماليزيا، يعني بيطلع من بطوله لبطوله. هل انتوا عندكم نفس الكلام تقدروا تشاركوا كده، ولا انتوا مرتبطين ببعض، ولا ممكن كل واحده تسافر لوحديها؟ احنا نقدر نعمل كده ونقدر نظبطها ان احنا نبقى مع بعض، عشان يعني لما نوصل احنا اتنين كتيم بره مصري يبقى احسن بكتير من لما كل واحده تبقى لوحدها، خصوصا ان احنا بنلعب مع بعض كل البطولات. طيب في السكواش في البي اس اي او لعيبه او رابطه المحترفين للسكواش، هل كده في البادل كده؟ اسمها اف اي بي. يعني دي برضو يعني هي زي البي اس اي اللي هو بطولات بره مصر. وفي كل بلد بقى، وممكن يبقوا في نفس الوقت تختار هتلعب انهي واحده. يعني في مصر كتير قوي. ما انا سمعت ان في 9 بطولات هتعمل في مصر، كان كابتن طارق قال لي دي حاجه كبيره قوي يعني. طبعا هتشاركوا فيها طبعا، ما دي ما تتفوتش بجد. الاتحاد عامل شغل. طب كابتن غتواري يعني كلميني، بيبقى معاكوا زي رئيس الاتحاد، كابتن سيف المدرب، تحس ان انتوا اسره واحده؟ طبعا. دي صوره جداً. دي صوره مين بس عشان بعيده؟ دي انت فريده. ماشي يا فريده، بس انت مركزه قوي كده. ماشي. طيب دي الصوره دي فين؟ دي في باراجواي. ده بعد ما كسبنا ماتش اليابان. ده بعد ما كسبتوا ماتش اليابان. ده انا ونور. ده انت ونور. انتوا فاكرين اللقطات دي برضو؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ فريده فرنسا يعني فرنسا. فريده صح؟ يعني انت فريده الكيوت اللي قاعده جنبي دي بتزعق وبتعمل كده؟ ايه ده؟ بزعق؟ لا ده في الملعب حاجه ثانيه. ده انت هتقلقوني كده، خليني اجي اتفرج. في الملعب حاجه ثانيه. يعني لا هي لعبه جميله، وانتوا كمان شكلكم كمان يعني مستمتعين باللعبه، يعني مش بتلعبوا بس، لا انتوا مستمتعين. طيب ماتش فرنسا كان اصعب ماتش، طب ما اليابان صعبين برضو، ما اليابان طلعونا في السيدات. بس هما في صغيرين مش زي الكبار. مش زي الكبار صراحه. طب هناخد طرنا ولا ايه بقى السنه الجايه؟ طبعا ان شاء الله. ان شاء الله احنا عايزين نلعبهم قوي. طيب حد عنده فكره منكم التصفيات هتبقى ازاي السنه الجايه، ولا لسه كل ده ما اتحددش؟ بقى بطوله العالم سيدات، حد عندكم فكره؟ حد في السيدات احنا في 18 الحمد لله احنا جبنا مركز تاسع، فاحنا هنخلي اللي بعدنا اللي جايين بعدنا ما يلعبوش تصفيات تاني، هيلعبوا كاس العالم على طول. ده حلو قوي.
طب ده كويس، دي فرصه كويسه عشان اول 12 اللي بيطلعوا لكاس العالم ما بيصفوش السنه. طيب طيب بس انتوا ما شاركتوش المره اللي فاتت. ما زي ما قلت لحضرتك على ان احنا هم ادونا زي وايت كارد. تمام خلاص بالزبط. السيدات بقى، ما لا السيدات لازم تتاهلوا بقوتكم. اعتقد هنلعب ايوه السيدات اللي هيجوا من بعد بينكم 18 هيشاركوا، انتوا خدتوا 9 تمام كده. بس انا بتكلم على السيدات، السيدات انتم هل ممكن تاخدوا وايت كارد؟ لا لا اعتقد هنلعب كاس عالم تصفيات كاس عالم اللي هي افرو اسيوي، بتبقى افريقيا واسيا بالظبط كده. بس هو احنا اسيا اليابان ومين تاني جامدين؟ في الامارات وكان في الامارات نكسبها عادي، ايران يعني احنا عامه كسبنا كل حد غير اليابان. اليابان بس يعني اي حد نقدر نكسبه. تهيألي بعد التمرين انتوا خدتوه الاعداد والكلام ده كله، بتهيألي تقدروا تكسبوا اليابان. يعني تقدروا تكسبوه. طيب يعني ابتدي بنور. نور انت بتدرسي صح؟ انا بدرس. بتدرسي في سنه كام؟ في اخر سنه مدرسه لسه. طيب بتعملي ايه مع المدرسه؟ انت كده محتاجه مذاكره كتير. ما بالظبط عذاب اليم. ها بالظبط تمارين القاهره. طب انت مدرستك في اسكندريه طبعا. مدرستي في اسكندريه. طيب بتعملي ايه؟ يومك بتقضي ازاي؟ ما انا بحاول بقى اظبط يومي، ساعه كذا للتمرين، ساعه كذا للمذاكره، ممكن اذاكر في الطريق وانا رايحه القاهره. الله اكبر. اذاكر وانا راجعه من القاهره. حلو قوي الكلام ده. بحاول اظبط. طيب طيب هو يعني مين اكتر حد بيجي معاكي التمارين، بابا ولا ماما؟ مامتي. طب هي كانت بتلعب تنس قبل كده او كانت هي ما كانتش بتلعب تنس، بس هي طول حياتها معايا في التنس كده، هي بتوصلني بترجعني، بنروح البطولات على طول. طب انت يعني لما حولتي البدل، طب انت خلينا نقول بقى الصدمه اللي انتوا اديتوها بقى الاهلاويه، ولا تعالوا لي بقى، تعالوا لي في الصدمه، تعالوا لي. انتوا مثلا وانت رحت شفت البدل، رحت لبابا وماما بعد العمر اللي قضوه معاكي في التنس والتعب وصلنا ثالث مصر والكلام ده كله، ماما بابا انا هقلب بدل، ايه بقى الرد الفعل؟ رد الفعل الاول اللي هو ليه مش عارفه، يعني اسئله كتير قوي، بس هي لما لقيتني ان انا اسئله بالهادي كده ولا اسئله صعبه؟ صعبه. طيب يعني واقنعتيهم؟ اقنعتهم، وهم كمان لما قالوا ان انا كويسه يعني الحمد لله ماشيه كويس، فخلاص تمام. ما خدتش قرار غلط يعني. لو كنت ماشيه كويس فانت شجعتيهم. انا احب كده. انا احب اللي ياخد قراره يبقى هو مسؤول عنه قده. طيب وده حتى ماما جايه معاكي صح؟ مامتي ما سابتكيش. حتى يعني في الميديا برضو ما سابتكيش، ربنا يخليها ليك يا رب. طب انت نفس الكلام يا فريد، انت بتدرسي ايه؟ انا بدرس في الجامعه الالمانيه حقوق. ممتاز. اول سنه. حلو ده، احنا لسه بادئين. تمام الحمد لله. بتعملي ايه بقى في الجامعه؟ بس حقوق صعبه. لا صعبه. وكمان الجامعه بتسبورت؟ لا يعني هم اكيد بيسبورت يعني لما سافرت وكده، بس ما ينفعش اغيب قوي، فمعظم الوقت بقى مش بتسبورت قوي. يعني ما ينفعش اغيب لو ما عنديش ماتشات. لو ما عندكيش ماتشات، في ماتشات بيقدروا. طب انت ازاي هتلعبي؟ ما علينا، هي دي مشكله كبيره في الجامعات كلها. ما علينا، هي الجامعات كلها كده. طيب بتعملي يومك ازاي؟ بتتمرني ازاي؟ هل مكان تمرينك في التجمع مع الجامعه؟ فالدنيا قريبه صح؟ يعني بخلص جامعه اطلع التمرين على طول. البيت بعيد عن الجامعه؟ بيتي في الشروق يعني نص ساعه 35. لا مشوار برضه. وبعد كده فباخد لبسي بقى وكل حاجه. لا بتقعدي اليوم كله بالظبط، برجع 10 بالليل مثلا. ايه ده حاجه صعبه جدا. برجع 10 بس دي حياه حلوه، تهيألي انتوا حابين الحياه دي قوي الصراحه. لا قوي فعلا. طيب قولي لي بقى، زي ما سالت نور، بابا ماما انا قررت وخدت قرار ان انا اضيع كل اللي انتوا عملتوه معايا وانا هروح التنس، اروح البادل. ايه اللي حصل؟ خناقات ده طبعا، ما ده طبيعي. بالذات مامتي، عشان انا اصلا في التنس كنت هسافر العب، تروح جامعه بره او حاجه وكده، وانا بقى يا اما كنت هقعد العب بادل يا اما هسافر، فمامتي كانت عايزاني اسافر وكده عشان اتعلم طبعا. ورسم لك حاجه معينه يعني خلاص اترسمنا. انا جاي ابوظها بقى دلوقتي. لا بس لما لعبت التصفيات، شوفوا احنا راسمين ايه يا جماعه، انا هبوظ لكم اللي احنا راسمينه بالظبط. فلما لعبت التصفيات مع منتخب الكبار وكده، تصفيات البدل تمام، في وقتها هي حست ان لا يعني انا ممكن انا كويسه، وهي ما توقعتش ان انا كنت ابقى كويسه كده عشان ما كنتش اتفرج عليها اصلا. طب هو اللي مركز كان معاكي اكتر، بابا ولا ماما لما كنت بتلعب تنس؟ في التنس بصراحه مامتي كانت معايا، يعني اكيد بابايا يعني بجد كان بيساعدني في كل حاجه. بابا بس مامتي، ما هو البابا الاب حبيب البنت. ممكن يكون بابا ما كانش بيجي خالص بس اكيد كان بيساعدني، لازم يديله كلمتين حلوين. ماشي يلا اوكي يا فريد. مامتي كانت معايا في يعني بجد في كل تمرين، في كل ماتش، في كل حاجه، ما كانتش بتسيبني ثانيه واحده. طيب لما رحنا يعني هناك وبدانا بقى نتمرن بدل، وبدات تثبتي ان وجهه نظرك صح، حصل حوار بينك وبين مثلا اسرتك، بينك وبين مامتك؟ قلت لها ايه؟ قلت لها شفت كان معايا حق يا ماما. ايوه قلت كده بالظبط. شفتي بقى هي قالت لي، كنا لسه بنتكلم امبارح عن الموضوع ده، كانت بتقول لي ان هي حاسه ان انا
ان ده كان قرار كويس قوي. يعني هي ما توقعتش ان ده يبقى القرار الكويس. بس فهي قعدت تقول ان هي مبسوطه قوي بالقرار ده ومبسوطه لي قوي ان انا مبسوطه دلوقتي. خلي بالك الواحد لما بياخد قرار وبعد كده القرار ده بينجح فيه بتفرق في شخصيته جدا جدا. انا عايز اقول لكم قرار كله انتوا خدتوه ان انتوا ترانسفير من التنس الارضي للبادل ده هيفرق معاكم في شخصياتكم جدا جدا. واكيد اكتر ناس مبسوطه دلوقتي اهلكم. ليه؟ لان انت اللي خدت القرار وانت تحملت مسؤوليته وانت اللي تعبت عشانه، فاكيد ده هتبقى حاجه كويس. طيب لما رحنا باراجواي الملاعب هناك زي الملاعب في مصر ولا احسن ولا اوحش ولا هي هي؟ عادي يعني ممكن في مصر يبقى في ملاعب افضل يعني. باراجواي ما كانتش على المستوى الكبير قوي يعني، مش حاجه سوبر. في ملاعب حلوه وملاعب زي مصر عادي في كده وفي كده. طيب والجو هناك رطوبه عاليه جدا، حر قوي بقى. لا حر، شايف انتوا عرقانين اصلا في الصور من غير ما تلعبوا. لا الجو مش طبيعي، احنا اصلا ما توقعناش كده. احنا كنا رايحين بلبس شتوي. لما قالوا لكم انتوا مسافرين باراجواي قولوا لي بقى قعدتوا عملتوا ايه؟ دخلتوا عملتوا سيرش على باراجواي؟ عملتوا ايه؟ عملتوا ايه؟ دخلنا شفنا اول حاجه الجو. اللي هو اصلا طلع غلط، يعني احنا اصلا واخدين لبس شتوي وهي اصلا حر قوي. انا احب اهنيكم. القرارات اللي انتوا بتاخدوها كلها الحمد لله صح. فخدتوا شتوي وطلع صيف ومطر كتير طبعا باراجواي صح؟ مطر في حر يعني. مطر في حر جدا. يعني الدنيا كانت هي بتمطر وهي حر قوي. ايوه. طب رحله السفر رحنا في كام ساعه؟ 35 او 32 ساعه يعني حاجه كده. يعني يومين الا. الله. لا طب قولي لي بقى يعني رحت منين مثلا؟ نور احكي لي من هنا رحنا فين؟ من اول حاجه احنا اول حاجه من القاهره طلعنا فين؟ طلعنا على فرنسا. حلو قريبه. اربع ساعات. جميل. وقعدنا ترانزيت في فرنسا اربع ساعات. ماشي. وبعد كده رحنا لغايه البرازيل في 13 ساعه. فين في البرازيل؟ ساو باولو ولا ساو جوزيه؟ ساو باولو. ساو باولو. قعدنا في ساو باولو قد ايه؟ 13 ساعه. نمنا بقى. نمنا على الشنط. طبعا وانتوا بقى في الارض كده. وانتوا 24 ساعه نايمين في الارض. ما اللي بيروح مطار ما بيدقش بقى ينام في الارض. طب قعدنا في البرازيل ساو باولو قعدنا 13 ساعه ترانزيت وبعد كده ركبنا طياره كام ساعه بقى لباراجواي؟ ساعتين بقى. فين في باراجواي كانت البطوله؟ باراجواي اسانسيون. دي العاصمه؟ لا لا اسانسيون العاصمه. لا العاصمه اسانسيون كده. انا ما اعرفش باراجواي يعني. احنا مش عارفينها اصلا قوي يعني. بس هي العاصمه. بسمع عنها غير بقى لما قالوا ان كاس العالم. دي كانت اطول رحله تروحوها صح؟ طبعا. مش حاسه كنت هروح البلد دي غير لو عندي حاجه يعني. بالظبط. طب انتوا خلي بالكم يعني الارجنتين وباراجواي الكوبا امريكا دي متفوقين في اللعبه دي قوي خلي بالكم. يعني هم الحته حتى المدير الفني اللي عندنا الارجنتيني. عندك هتلاقي البرازيل باراجواي كوبا امريكا دي لا واسبانيا بقى اسمها اسبانيا دول. كوبا امريكا هي اسبانيا على فكره. حتى زمان كانت دول كتيره منهم احتلال اسباني يعني. انا لما رحت حتى وبرتغالي. لما رحت كمان البرازيل انا رحت البرازيل كذا مره. البرازيل بيتكلموا برتغالي يعني. قصدي اقول لك ان كوبا امريكا بتدي على حته اللي هو ايه لان كان بيعدوا المحيط يبقى عندهم. صح. طيب ايه اللي عجب ايه فاكره ايه في البلد؟ اديني موقف كده كوميدي حصل ليكم. انا مش هتكلم بدل نخش في شويه. انا اتقرصت من عنكبوت تاني يوم. عنكبوت؟ عنكبوت الاسود ده اللي بيخوف وبيطلع يخوف. هو ده. قرصت منه؟ بس هي ما شافتوش. هي لقيت حاجه في رجليها بعدين سالنا حد قال لها ان ده عنكبوت. بس صريخ بقى وعياط وعياط بقى. انت بتعيطي دلوقتي وانت بتفتكري اصلا. بتقول لي انا بحس بحاجات تقول عنكبوت جنبي انفكشن. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ هل اللي حصل؟ ماما كان هيوديني المستشفى بس انا ما رضيتش وقلت اخد انتي بايوتكس في الاوضه. طب العنكبوت ده مضر يعني؟ ما في عنكبوتات؟ ما احنا كنا متطعمين الحمد لله قبل ما نيجي. ضد العنكبوت؟ لا ضد امراض كتير. طيب هم هناك اكيد اهل البلد يعني عايشين زي ما احنا عايشين مع الناموس هنا، هم عايشين مع العنكبوتات. احنا كنا بنرش اوف 24 ساعه. واخدين اوف معانا من احنا ولا عمل حاجه اوف مين هناك؟ العنكبوت هيبدا اوف مين ولا بتاع ده الكلام ده مش هينفع. ما فرقش معاه. طيب ولا قولي لي طمنيني عليك عملت ايه؟ هل حصل تورم في رجلك؟ رجلي ورمت. لا الحمد لله ما سخنتش بس رجلي ورمت طبعا وشكلها كان غريب جدا. بس اخدت ادويه وحطيت بقى مراهم وكده. اظن بقى بقيتي طول السفريه ماشيه عمال تبصي حواليك. والله الموضوع رعب. صح ولا لا؟ طب الاوتيل كان حلو ولا كان بقى في الغابات والجو الطلق والعنكبوتات والتماسيح؟ كان ريزورت وكان حلو قوي. كان لذيذ قوي. بس كان فيه حشرات برضو. كنا بنحط ريد في الاوضه. يعني عايز طب انتوا كلكم كنتوا كده ولا كان يعني كل البلاد اصل انتوا الاكبر ففتحت؟ تحس البلاد اصلا متعوده على كده. احنا اللي كنا خايفين بزياده. لا ما بتوع فرنسا برضو هتلاقيهم متضايقين. لا كان في بلاد برضو كانت مش متعوده على طب ايه موقف تاني غير العنكبوت؟
الاكل، قولي لي على الاكل يلا. الاكل وعظمه الاكل بناكل بقى واحنا خايفين يكون العنكبوت برضو. لا لا خايفين يكون بوركس في اللحمه. خايفين يكون ايه البوركس في اللحمه يعني تكون اللحمه معموله طبيعي خنزير. ما هو اللحمه الخنزير موجود في دول كتير بياكلوه، بس ممكن يبقى الاكل برضو طعمه مش حلو حتى تسيبك من الخنزير. الاكل بقى التوابل بتاعتهم مش حلوه يعني. انا مثلا بروح الهند يعني الهند التوابل انا ما بقدرش، برغم ان الاكل تمام وحلال وكل حاجه. هو الاكل كان بيزك قوي يعني، كان رز وفراخ ولحمه ومكرونه، فكان اللي هو بس اي حد هيعجبه الاكل يعني. بس كنتوا بتاكلوا بالظبط عشان اكل يعني مفيش حد مش هيعجبه الرز وحاجات عاديه قوي. يا جماعه انتوا بتقولوا لي لعبه جديده البدل وكمان تجربات جديده ليكوا او تجارب جديده ليكوا، لا يعني جو حلو اللعبه اتعمل لها جو حلو طبعا صراحه. طيب ما خدتوش اكل معاكوا؟ لا كنت عايزه اخد ما خدتيش ولا علب تونه مثلا؟ كنت محتاجه لا كنت محتاجه اخد يعني سناكس كده عشان احنا هناك كنا بنلف على الاون نشوف. قعدت تقول لي سناكس وانا قلت لها كنا محتاجين نجيب والله فعلا. طب انا طب انتوا رجعتوا اكيد خاسين من هناك صح؟ انا الحمد لله رجعت خاسه عادي يعني نفس الحاجه. طب وما كانش فيه ميزان ما فيش حاجه بتاع ولا؟ لا صراحه ما ركزناش في الموضوع. طب لو جم بكره قالوا لك تعالي يلا عندنا بطوله في باراجواي هروح طبعا. إيه؟ انا ما اعتقدش اني هروح. العنكبوت تروحي وش؟ لا طبعا. طب والعنكبوت؟ لا ما انا مش هروح بقى. لا ما انت هتروح. لا خلاص قرصك المره الجايه بقى ناكله بقى وناخد عليه ونبقى الدنيا جميله. ما هو لازم كده. هي هتروح اكيد. لا بجد دي احلى من احلى بصراحه اتبسطنا قوي الاكسبيرينسز اللي انا اخدتها في حياتي. بس اشك ان هو هتبقى البطوله الثانيه هتبقى ناحيه كوبا امريكا، ممكن لو حصل حاجه بعد كده هيجيبوها ناحيه اوروبا بالظبط وناحيه. هي اصلا كانت في اسبانيا. اسبانيا كانت المفروض تبقى في اسبانيا. اسبانيا الارجنتين البرازيل هي افضل الفرق. طيب افريقيا مين ممكن ينافسنا ولا مفيش؟ احنا احسن ناس في افريقيا اعتقد يعني الحمد لله. فحتى الولاد جنوب افريقيا مفيش؟ لا افريقيا جنوب افريقيا كويسه ولا لا دايما؟ او جنوب افريقيا في الالعاب اللي بتبقى جديده دي وصعبه بتنافسنا؟ احنا مش عارفه بصراحه. لا انا كنت قصدي البلاد العربيه. انا طب التصفيات السنه اللي فاتت كان مين معانا من افريقيا تصفيات بطوله العالم سيدات؟ التصفيات اللي احنا خسرنا من اليابان كان مين معانا من افريقيا؟ مفيش. احنا ما اعتقدش. كنا احنا بس تقريبا. وطيب واسيا كان فيها اغلب الفرق اسيا يعني احنا من افريقيا بس. طب دي حاجه كويسه ان احنا افريقيا مالناش منافس وعشان كده هم ضامنين عشان كده ما فيش اسيا وافريقيا مع بعض عشان كده ما فيش معظمهم ما عندهمش اتحاد. بس طب منتخب الامارات شفتوه لعبتوا قصاده وكسبتوه صح؟ في الامارات في الكبار كسبناه. طيب خلينا نرجع لتمرينة المنتخب. انتوا كام لاعيبه بتلعبوا؟ يعني انتوا النهارده الاربعه اللي سافروا بس اللي بيتمرنوا مش اربعه؟ لا اربعه. الاربعه بس يعني يعني لا يعني قصدي اقول المعسكر بتاع المنتخب بتبقوا الاربعه بس ولا ممكن تبقوا 10 بنات يختاروا منهم الاربعه؟ في الاول خالص كنا اكتر كنا كتير، وبعد كده حصل بقى اختبارات وكده طلعوا تصفيات بالظبط صفينا من كل البنات وطلعوا في الاخر اربعه. وهو طبعا دي حاجه كويسه جدا اللي الاتحاد طلع اربعه لان ده يعتبر عدد. ايوه في العادي ممكن يسافر اثنين بس اللي بيلعبوا هم الاثنين بس اللي بيلعبوا. بس كويس برافو دي حاجه طبعًا. كويسه لان هو عايز اكتر اكبر عدد يحتك واكبر عدد يلعب ماتشات. طب الاربعه اللي سافروا لعبوا ماتشات قد بعض ولا دي كانت رؤيه فنيه حسب مدير فني حسب كوتش؟ لا كانت رؤيه فنيه. يعني انتوا لعبتوا اكتر ماتشات قصدي اقول الاثنين التانيين. مين الاثنين التانيين؟ طب نقول اساميهم برضه. منى الخولي وجنى المهدي. منى وجنى والاثنين. طب هم من اسكندريه ولا من القاهره؟ من القاهره. من القاهره يعني ثلاثه القاهره وواحد اسكندريه. طب وبيتمرنوا معاكي طبعا انت اكتر صح؟ يعني يعني ما احنا كلنا بنتمرن مع بعض. انا فاهم بس لما بيكون التمرين في القاهره بيبقى مع فريده اكتر. بيبقى بس هم الاربعه انتوا في الاول والاخر بتعرفوا نفس الجرعه التدريبيه. بالظبط. طيب كابتن غتواري بيتعامل معاكوا ازاي؟ كابتن رئيس الاتحاد بيتعامل معاكوا ازاي؟ ايه نصايحه ليكوا؟ يعني بيوعدكم بايه؟ بيقول لكم ايه؟ اعملوا ايه كابتن غتواري؟ هو طبعا يعني هو اول حاجه هو اهتم جدا بان هو اصلا يخلينا نلعب كاس عالم وتدخل وخلينا نلعب كاس عالم. والتمارين كانت من اول شهر واحد بيحضرها؟ بيحضر شويه تمارين منها طبعًا. وكان من يعني عمل تمارين من بدري قوي. اعتقد ما فيش اي بلد اتمرنت بالكم ده بنفس صحيح. الدوز ده يعني صحيح. وكابتن سيف برده ابو سنه كان بيجي لنا كل التمارين هو اللي كان بيمرنها بنفسه. بنتمرن خمس ايام في الاسبوع من شهر واحد مثلا بالظبط. كان في اهتمام كبير قوي من الاتحاد ومن كابتن غتواري. وكمان عمل في بطولات اللي هي الاف اي بي دي البطولات الدوليه دولية. بدل ما نسافر معموله كتير قوي في مصر السنه دي. مش سهله خالص. دي حاجه تسع بطولات جايين دي مش حاجه سهله خالص. هتشاركوا فيها كلهم؟ ان شاء الله. يعني لازم 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 عشان لازم. بس البطولات دي سيدات ولا في منها 18 سيدات. مهم جدا عشان تعلوا الرانك بتاعكم. لا احنا يعني يعني انت يعني انت لما تيجي البطوله لغايه عندك انت مش هتصرف بالظبط. هتحتك احسن هتبقى بتمرن في ملعبك اللي انت بتاعك وفي ارضك يعني بالظبط بالظبط. طيب
هل معاكم في المنتخب حد كبير يعني في العشرينات في الثلاثينات ولا كلهم سنكم؟ في أي منتخب؟ منتخب السيدات طبعا كلهم. احنا اصغر ناس. احنا اصغر ناس. اه يعني انا قصدي اقول ليه بسال السؤال ده، احنا لغايه سن كام نقدر نلعب؟ لا مفيش مفيش سقف. اه بالظبط بادل مفيش. يعني ممكن اي حد كبير يعني بس ما ينفع، وبرده اي حد صغير يعني يقدر يلعب. اه زيكم انتوا خلاص 18 سنه تلعبوا شهادات وان شاء الله تعملوا حاجه كويسه. انا كنت مبسوط جدا باللقاء ده. ميرسي جدا. والحقيقه يعني انا شايف بوتنشال محترم في البادل. ميرسي. واحنا معاكم وفي ظهركم لغايه ان شاء الله ما تجيبوا لنا ميداليه باذن الله. ميرسي. نور بشكرك، نورتيني وشرفتوني. شكرا. فريده نورتيني وشرفتيني. شكرا. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع نجمات البادل، تاسع العالم في اول مشاركه وكان انجاز كبير. هنطلع لفاصل عشان استقبل بعد الفاصل نجوم الدرجات، وزي ما قلت لحضراتكم كان في حدث مهم زي البدل بطولة العالم، كان في بطولة عربية للدرجات هنا في مصر وخدنا 44 ميدالية وبالطبع فزنا بالبطولة العربية. أبطال الدرجات هيكونوا معايا ولكن بعد الفاصل.